سيداتي أنساتي وسادتي، هذا المشموم تيست. عيطوا معاكم، تأكدوا معاكم، نجربوا معاكم، إلا عندكم شكوك في علاقة ديالكم عاودوا عيطوا 05 30 330 330، 05 30 330 330. سي عام شخبارك كثيرة؟ لاباس عليك شام؟ شام شام زاد شام الحمد لله. وانتي بخير؟ بخير كلشي مزيان الحمد لله، كلشي بخير ولا خير. بتجربي نور الدين؟ الحمد لله بارك الله فيك، صوفك الخير. راجلك بزوج بزوجين انتوما؟ هادي عامين انتوما بزوجين واخا، علاش بتجربيه؟ قولي لي علاش بتجربي؟ تسعيا بزاف التعامل ديالو اللي كان تيكون معايا شحال هادي ما بقاش، تسعيا بزاف ديال الحوايج اخويا مومو. من ناحية اش؟ عرفت كيفاش؟ من ناحية تمشي للدار ولا كيقول لك ما بقاش عنده الخطر، ما بقاش عنده الوقت هو للدار. بحال دابا تقريبا هادي يومين، هادي دابا في الحد والسبت ما شفتوش، هاد الويكاند اللي داز ما شفتوش. ما جاش للدار كاع؟ يومين هادي كنصوني عليه، مرة كيجاوب مرة كيقول لك انا راه خدام، ولا ماشي حيتاش ما جاش عيط عليا ويقول لي انا راه ما جيت راه ما غنجيش للدار راه خدام ولا شي حاجه. ما يعيطش طب عيط عليه انت يا وتسوليه واش غيجي ولا ما غيجيش. صافي وليد زاد دخلني الشك بزاف اخويا مومو. سولت ديك النهار قلت ليه اذا بين لاحظتوني انا اخت اخوك وقال لك تضحي بواحد فينا شكون اللي غادي تضحي به؟ قال لي غنضحي بك انت حيتاش خويا ما غاديش يتعود ان انت راه غتجي مرا وتمشي لنا. لا سيام لا، الجواب ضرني بزاف صراحة، ما عجبنيش بزاف. وبدات واحد تقريبا شي سيم معاه وسولت قلتي واش هاد الهضره ديالي قلتي لي بصح؟ قال لي بصح. كيفاش تعرفتوا على بعضياتكم سيام؟ كان هو خدام في واحد البلاصه، انا جيت تاخد نفسي هذا الشيء قبل من عامين سنين باش كنعرف. تعرفنا على بعضياتنا صافي شافي جا بني ديك الساعه من الدار عندنا. داز واحد المده بيننا حيتاش مقدرش تعرفت عليه، يلاه تشوفت لي الوالد ديالي صافي. داز واحد العام تقريبا هنايا باش درنا العام، يعني كنا مزيانين وفي الاول الزواج مزيان، في الاول الزواج كانت الامور بخير، كنتو كتخرجوا مع بعضياتكم حتى في العام الاولاني كان مزيان. كنخرجوا كنا كاع كنا تقريبا كل ويكاند كنخرج، دابا ما بقاش هذاك الشيء. شحال شحال دابا باش بدل هادشي؟ تقريبا شي 6 شهور دابا، هادي 6 شهور باش بدل هادشي. غير القليله عاد خليه قبل. دابا انتوما كيفاش عايشين دابا؟ ما بقيتو كديروا حتى شي حاجه مع بعضياتكم والو؟ ما بقيناش كنشوفوا كاع بزاف اصلا. ما هو انا دابا كندور خدامه، ولكن عنده واحد السيمانه في الشهر كيخدم معايا في الليل، ماشي مشكل. كنقول له شي باش ما كاين يعني الا ما تخرى هانيه، ولكن حتى في ايامات اخرى كيكون كاع ما خدامش وكيبقى بالزنقه، ما كيجي حتى لاش من وقيته. ملي كيجي كيقول لك انا عيان انا ضرني راسي انا بغيت نرتاح بغيت نبقى بحال ديك النهار تكون شفتي علاش دابا كتطلع يعني نورمالمون خاصك تجي تري. قال لك لا انا كنبقى كنتجل الوقت باش نجي عيان ونعس. ويعني هضر الانسان مزوج ما خصوش يجي يقول بحال هكا، وزعما ما كاينش مازال ما درناش يعني تفصيل. واش سي وقعت شي حاجه؟ وقعت شي حاجه بعد واش وقعت شي حاجه اللي بدلات العلاقه ديالكم؟ زعما شي مشكل خاصه؟ لا ما كاين لا مخاصمه لا مشكل لا والو. وشنو بين ليله الضحى نهار السيد تبدل بعد بعد الصباح بدل هذاك الشيء علاش اخويا انا بخنيش يعني ما كاين حتى شي مشكل. كيبعد ترجع كيوقعوا بيني وبينه مشاكل وكنحلوهم وكنهضروا عادي. مره ما يعني ما عندوش شي سبب على شي كنت انا ممكن حيت كاين واحد البروبليم مع الوالدين ديالي بنت يقدر يكون هو اللي اثر عليه، ولكن الانسان كيفرق ما بين المشاكل وما بين الحياه. شوف سيام، الانسان كل انسان عنده الطريقه ديال التصرف ديالو، الطريقه ديال الفهم وكيفاش كيتعامل وكيفاش كيواجه مشاكل الحياه. كاين اللي كيأثر فيه بزاف، كاين اللي ما كيأثرش فيه بزاف، كاين اللي المهم كاين اللي كياخذ الوقت باش يخرج بشي مشكله، كاين اللي كيطول، كاين اللي بالزربه ما على حسب كل واحد وكيفاش هو داير. انا انتوما ما هو ما عندكمش دراري؟ لا ما عندناش. من صفر صفقنا بجوجنا باش ما نولدوش دابا، زعما ديما شويه كنوفروا واخا. دابا انت دابا انت واش حاسه به سيام؟ حاسه بنور الدين؟ حاسه به كيتهرب منك؟ حاسه به زعما ما صافي منين البارح كاع خديت تليفون عيطت عليك بابا مزيان علاش ما كتسميتيليش اليوم حتى جيت؟ قال لك مشيت وقت بكري ومشيت في مشيت. قلت له دابا هادشي اللي ولينا عايشين واش كيجيك عادي؟ قال لك انا ما عنديش مشكل انا كيجيني عادي، انت الا ما جاتش عادي زعما دبري راسك. دابا انتم وليتوا عايشين بحال كريم مع بعضياتكم كلوكاتير؟ بحال كريم صراحة. واخا انا عيطوا نور الدين يكون خير باش ما كان خاصك لابد تري معاه في الاخر واخا. السلام عليكم. الو السلام عليكم، اش اخبارك لاباس عليك؟ الحمد لله.
الحمد لله سيدي نقدم لك راسي يا اختي. معك فاطمه شركه ورد المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد ومره كنديروا قرى صغيره. ومبروك عليك سيدي هذه المره تعزتني مغو التليفون ديالك وربحتي معنا مشمود الورد. لما تبغيتي دي الا كنتي مزوج خاطب ولا في شي علاقه ديال فرصه ديالك كسبت لهذا المشمود ديال الورد حتى لهنا ما كتخلصتي شي حاجه كلشي على حسابنا. شكون اول وحده جات في بالك؟ الله يحفظك اختي. مزوج ها شنو سميت المدام ديالك؟ سهام. سهام. انا مدينة كاينه سهام مراكش. اوكي صافي بغيتي تصيفطوا لها هي ياك المدام ديالك؟ اه داك غادي شنو تبغي تكتب لها مع هذا المشمود؟ وا لا 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 لم طالع ولا وقت يخلص الله على نيته. هادشي بغيتي تكتب لها خويا مومو نور الدين. اخبارك اخويا كلشي بخير؟ الله يحفظك. الحمد لله على اختي كدي انت. الحمد لله كلشي بخير وعلى خير اخويا. نورك هذا اخويا الله يحفظك. مرحبا اخويا سيام. الى ما عطانا باش نعيطوا لك باش نجربوك في المشفى ممتاز ندوز عليك. هضري معاها سيام. سلام نور الدين. سلام سيام بخير؟ مرسل. انا عيت ماما انت كبتيت عليا بزاف وداكشي علاش صافي ما بقيتش عارف حتى هي واش غير انا اللي كاينه ولا كاينه شي حاجه اخرى في حياتك اللي بدلات عليا وانا ما عرفتش علاش صايب على ماما باش نشوف شنو كاين. لا الحمد لله. شوفي كل قلت لك الله تيخلصوا على نيته وانا تنخاف ماشي تنخاف انا بمعنى انا شفت بزاف فاش قلت لي ديك الكلمه ديال انا غنختار خويا حيت شفت شي مره وشي مره بعد هادشي انا تهضر معايا. ايوا انت عزيزيني واحد عزيزيني قلت لي شنو حيت المراه راه كتبقى مراه وخويا تيبقى خويا فهمتي كيفاش؟ ولا 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 نور الله يهديك الله يهديك بدا اصلا شكون شكون سول الاخر هذا السؤال؟ شكون؟ انا هذه الاسئله ما عندها حتى شي معنى زعما الى 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 شفتك شي واحد قال لك واش نقتل اختار يا ما نقتل مرتك ولا نقتل خوك ما زعما خوك مرتك ما كاينه حتى شي علاقه مع اي شوف ما كاينش البلاصه ديال المقارنه ما كايناش ما بين المراه وما بين الخو هذاك الا كنتي معاه. ولكن هو ما جاوبنيش حتى هو قال لك لا انا غنختاروه هو وانتي راه عيال زعما موجودين. ايوا نور الدين شويه اخضر شنو كاين؟ انت اخضر شنو كاين؟ خويا راه كنعرفو مين تزاليت. هادشي اللي كاين راه لا 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 الله خويا مومو لا لا هادشي الاسئله ديما عندهم حتى شوف النتيجه ديالهم خايبه ما غير تخربيق الواحد كيبقى يتخيل شي حوايج. دابا اخويا نور الدين سيام واش الامور بخير معاه؟ الحمد لله خويا مومو صافي راه لا لا الله الله اللي مطالع رسول الله صافي الله يكون بخير اخويا الله يحسن لوانه حبيبي الله يحفظك. وهذه شوف سيام هذه غير مرحله ياك نور الدين هذه مرحله وغتفوز. مرحله غادي مرحله الحياه هي هذه الزواج وهذا كاين مراحل واحد يصبر وفي الزواج المراحل كيبان واحد الجهد ديالو في الصبر كيفاش داير قد ما صبرتي هادشي اللي كاين عندك قد ما كتعيش مزيان. الله يكمل لكم بالخير الله يكمل بالخير الله يحفظك اخويا مومو شكرا. مرحبا نور الدين اخويا سيام ارتاحيتي صراحه شويه وانت خصكم ديروا شي اجتماع اخويا مومو ديما تنقولها لها تنقولها راه الله اللي مطالع واخا تنخدم بالليل واخا كذا واخا ولكن لا عندك النيه ابلغ من العمل معلوم والله تعالى ماشي ما احنا ما جينا للزواج الا وبين الحلال ما بيناش الحرام معلوم اخويا ولكن دابا انت فرحان مع سيام في الزواج فرحانين في الزواج نتوما فرحانين الحمد لله. دابا ما نكذب عليك اخويا مومو الصراحه طلع عندي شي مشاكل شويه سميتو هما اللي دايرين لي هاد البلبله كلها راه الله اللي مطلع. دابا باقي كاع ما نعس انا من البارح باقي ما ناعش وحق الله خدمت بالليل باقي ما ناعش. الله الله يعاونك اخويا والله العظيم بالله راهي عرفت وانا راه ماشي زعما راه الله اللي مطلع صافي والله يستر العباد. دابا شوف دابا نقول القضيه انا اللي حسيت به بحال على حسب سيام شنو عاودت لي وعلى حسب فاش هضرت معك دابا نور الدين وانه انت من النوع اللي فاش كيكون عندك مشاكل خاصك تحمي براسك على ما تحل المشاكل والسهام من النوع ديال الا كانوا المشاكل الا كانوا عندك انت المشاكل بالعكس ديك الساعات خاصك تقرب منها اكثر وخاصك تفرق ما بين المشاكل باش كل مشاكل دوك الوقيته المشاكل دوز زوينه فهمتي حتى شي حاجه كل حاجه فهمتي ما تخلطش كل شيء ما تخلطش المشاكل عندك مع الخدمه مثلا مع الدار حيت القديمه ما خداماش القديمه ما كتعاونش كدير مشاكل خاص كل حاجه والوقيته ديالها كل حاجه الوقيته ديالها. دابا انتوما ما مفهميش في هذه القضيه هذه فهمتي ما مفهميش كيفاش كتعاملوا خصكم تجلسوا تهضروا غير بالخاطر بشويه والمشاكل الزنقه كيبقاو في الزنقه والمشاكل الدار كيبقاو في الدار والمشاكل الزنقه ما كيدخلوش للدار والمشاكل الدار ما كيخرجوش للزنقه
هادشي اللي كاين داكشي اللي تيكون باش يبقاو بالدار داكشي باش بقاو بخير على خير الله يسلمكم الامور الله يفرحكم اخويا ديروا شي كليسه وهضروا تكونوا مزيان مرحبا بنا اخويا مرحبا الله يسهل الامور اخويا ديروا على المشموم تاست ممكن 05 30 330 330